اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا القضيه ممكن بالانجليزي لانه جلجر الحياه الحكم الانجليزي اللي قال ميدو على الواقعه بالكامل ادى الضربه القضيه في هذا الجدل، وقال لك انا مستغرب هو ازاي الحكم راح. وهنا تبان فكره الخبره للحكم. كل الحكام اللي اخذوا على الحكم محمد سلامه ميدو انه راح للفار واخذ بكلام الفار، كابتن جمال الغندور وكابتن سمير عثمان قال لك ما كنتش اروح، ولو قال لك ما تاخدش بيها، بس هو مش هياخد برأي الفار إلا لو كان حكم تقيل، حكم واثق في قراره، هو قريب من اللعبة، وكل ما تتعاد وببصوا على الحكم وهو فارد إيديه محبش يجيب وبيقول لا مفيش حاجة، العب العب. وبعدين وراح يسأل لو اتعادت اللقطة دلوقتي هوري لك. أستاذ إبراهيم، خد رأي الفار من مين؟ دي نقطة مهمة جدا. وبرضو إحنا بنتكلم في حكام خبرات أقل، فهل لا هل ده معقول؟ ابن الشناوي اه مش هيقدر يقول له لا انا سيبك من الكلام. بص الحكم، بص لا اللقطه اللي قبل كده هتولنا تاني لو رجعت لقطه واحده الحكم فارد ايديه الاثنين، لا في البدايه خالص وهي بتتلعب فارد ايديه الاثنين، ما معناها انه شايف مفيش حاجه. ده لو هو حكم بخبره وبثقه في رايه وفي زاويه الرؤيه بتاعته، بصوا لما تتشاط خليك مع ايدين الحكم يا باشمهندس، هيفرد دراعاته الاثنين، ما معناها ان انا شايف ومفيش حاجه. اهو بص اهو مفيش، العب. ثم مشاور يعني اللقطه اللي قبل ما يشاور بيديه متاكد من قراره. ده لو هو حكم خبره يا كابتن وجيه ما كانش لا هيروح للفار ولا هياثر عليه قرار الفار، لانه زاويه الرؤيه اوضح حاجه بالنسبه له هو. طب المدافع نفسه بقى ليه عمل كده؟ احنا بنحاول نبص على الصورة من كل الزوايا. هل المدافع نط؟ ده بالعكس ممكن تقول لي توطيت عشان تفاول عليهم. صحيح. يعني المدافع تصرفه ده الكرة خلاص على راس ايمن اشرف وجون. كابتن ابراهيم سعيد كواحد مدافع خلي بالك من زميله وهو عشان كده هو ما كانش مشارك، زميله كان بيحاول يلعب الكورة ايوه برجله بالظبط، بس ايمن كان اسرع من الاثنين كابتن ابراهيم سعيد كمدافع له رأي في حتة ليه الهدف سليم والمدافع تصرف كده مع أيمن أشرف ليه؟ نشوف إبراهيم سعيد. أنت كإبراهيم لو أنت مدافع تتعامل مع الوضع اللي عمله اللاعب؟ بص لاعب البنك الأهلي؟ بص هو يعني مدافع البنك الأهلي تعامل في كان فيها يعني حتة ذكاء شوية. هو جون ولا مش جون من وجهة نظر؟ بص هو الطبيعي إن هو يعني إيه المواجهه، انا طالع ضارب الهيدرز بتاعك، خصوصا كمان ان اسمه ايه ده ايمن اشرف من اللعيبه المدافعين، فهو الجامب بتاعه يعني عارف ما كانش يعني ايه كان للامام، فهو في اللحظه اللي هو بينط فيها دي قام خبط فيه، فهي دي اللحظه اللي بينت ان ممكن تكون فيها فاول، خصوصا كمان المدافع. بس فين ابراهيم؟ شفت التمهيله بتاعت المدافع بتاع البنك الاهلي؟ هي دي اللي خلت الامور تبقى يعني فيها شك شويه للحكم، بس كطبيعي لو انا لا الجامب بتاعه ان هي هدف. لان انا مش مشترك مع، لان انا الجامب بتاعي مش طالعين مع بعض يا فاروق. يعني واخد بالك انا واخد نقطه الانطلاق بتاعتي النطه بتاعتي على مسافه. فهي المفروض ما تبقاش فاول. نفسك بياكد مفيش تنافسيه وفي مسافه سمحت لايمن انه ياخد نص خطوه ويقفز. مش هما الاثنين من الثبات وبيقفزوا فراح ساند عليه واحد طلع والتاني مستقر على الارض فمنعه انه يطلع التاني ما فكرش يتنافس ولا يشترك الا انه يميل بجسمه لورا فهو وابراهيم نازل خلاص بقى الكره اتحطت وهو طاير في الهواء هيروح فين. خلي بالك انا بيعجبني الكابتن ابراهيم، بقول لك انا قلت رايي ده قبل كده، اشعر حتى لو في بعض المواقف اللي مش بتفق معاه عليه بلاقيه اجريسيف شويه، لكن هو مالوش حسابات. ما بيسويش مالوش حاجة مع حسابات حد. ومش خايف من حد، ومش خايف يزعل الجمهور ده او يرضي الجمهور ده او يزعل الجمهور ده والعكس. بيقول رايه وبصراحه شديده صادمه. اللي هو شايفه مقتنع بيه. صادمه. لكن هو في التحليل يعني انا من الناس اللي بدور اسمعها يعني. طيب